تعاوني العظيم. مسموح لك 3 دقائق و27 ثانية 28 ثانية قول على التعاون اللي تبي بالأداء العظيم اللي قدمه بالست نقاط والعلامة الكاملة، بأنه النادي الوحيد في غرب آسيا اللي أجل. كلين شيت مبارتين ما شاء الله خايف من العين نشي. أوكي أنه ما عنده ولا هدف في مرمى، بأنه نادي التعاون واجه انتقادات من كثير من الإعلاميين من ضمنهم برنامج كورة أنه كيف أنتم داخلين آسيا وحاطين بس 3 أسماء، ما عندكم مهاجم، وين اللاعب الآسيوي، غيرت المدرب قبل البطولة، المدرب ما عنده سي في، وكلام طويل عريض تحملته الإدارة التعاونية بقيادة الأستاذ القاسم بصمت، ما علقت ما ردت، ردت في الملعب وأمام فرق قوية الشارقة بطل الدوري الإماراتي حامل اللقب الدحيل مطرز بالنجوم، وقدم التعاون هذا الأداء. قول اللي تبي. أول شيء بداية أنا أبارك للتعاونين وأبارك طبعا المنطقة التصميم بشكل عام، وبارك لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل الدكتور فيصل بن مشعل بن عبد بن سعود بن عبد العزيز اللي حقيقة بادر في الأمس بدعم نادي التعاون في مباركته للإدارة والتواصل مع الإدارة، وهذا شيء يعني غير مستغرب على سمو الأمير. النقطة الأخرى، فريق يفوز على فريق أنا أعتقد أنه أمر طبيعي جدا، ولكن ما قدمه التعاون في الأمس وفي مباراة الشارقة يعني عمل جميل جدا ورائع، وما يستطيع أي واحد يصفه، لأنك أنت كونك تلعب قدام فريق يعني فيه نجوم كبار يمكن معظمهم من المنتخب يعني من عناصر المنتخب القطري، وأيضا نجوم كبار من اللاعبين الأجانب، أنا أعتقد وتفرض سيطرك في الملعب على هذا الفريق، يعني مو تفوز، أنت تفرض أسلوبك وسيطرك في الملعب على هذا الفريق، أنا أعتقد أنه شيء إيجابي. أنت تعيش وضع يعني فني متأرجح خلال الأيام الماضية، وواجهت انتقادات سيل من انتقادات الإعلامية حقيقة، ومع ذلك أنت صامت واستطاع أن تتعاقد الإدارة صراحة، وأنا أشكره وباسم كل التعاون نشكره، تعاقدت مع محمد أبو سبعان ومع مندش ومع محمد السهلاوي اللي كان بالأمس حقيقة أعاد نفسه بشكل يعني جميل جدا حقيقة، وأنا من الناس اللي حضروا مباراة وبكيت لما شاهدت محمد السهلاوي صراحة يسجل هذا الهدف، لأني أنا أدرك تماما حجم النجومية الكبيرة اللي يمتلكها محمد السهلاوي، وكيف المعاناة اللي لقاها محمد السهلاوي ما استطاع أن يعيد نفسه في نادي آخر في نادي الشباب، رغم أن نادي الشباب كان يعاني من مركز رأس الحربة لكن ما أعطي فرصة. اليوم محمد السهلاوي أعاد نفسه وأعاد نجوميته وحقق حقيقة يعني أفضل لاعب في مباراة، فأنا أقول نادي التعاون الأمس ما تقول أنه لاعب واحد هو النجم، بالعكس جميع لاعبين نادي التعاون نجوم. الطريقة اللي انتهجها المدرب الفريق حقيقة طريقة مميزة وطريقة جميلة جدا، قفل المناطق الخلفية بشكل جيد، بعد 10 دقائق من المباراة وأنا داخل أرضية الملعب شاهدت نادي فهد الرشيدي ونادي برناوي الظهير الأيمن نادي التعاون، وشرح لهم كيفية لعب نادي الدحيل، أنه يحضر نادي الدحيل في الجهة اليسرى ويرسل الكرة الطويلة للاعب الدحيل في الجهة اليمنى، وبالفعل بعد 10 دقائق أو ربع ساعة استطاعوا يغلقون منافذ، استطاع المدرب أنه يفرض سيطرته، خط دفاع كان متماسك بشكل كبير، الحارس كاسيو كان يعني قدم نفسه بنجومية عالية جدا، عبد المجيد الصواط، فهد الرشيدي، لاعبين أمسي، محمد أبو سبعان، جميع هؤلاء اللاعبين قدموا أنفسهم أمس وفرضوا أسلوبهم على نادي دحيل. طلع التعاون حقيقة ب2-0 لكن كان المفروض يفوز التعاون بأكثر من هدفين، أنا أقوله بكل صراحة، وهناك ضربة جزاء في الشوط الأول يعني لما أعاده يمكن لو فيه تقنية الفار بالتأكيد كان نادي التعاون حيا يعني يحسب له ضربة جزاء، ومع هذه المعطيات كلها نادي التعاون قاعد يمشي بثبات، وأنا أعتقد أن هذا الثبات أتمنى أنه يستمر بإذن الله تعالى على مستوى الدوري وأيضا على مستوى آسيا. أمام نادي التعاون مباراة مع الفريق إن شاء الله الإيراني، بإذن الله تعالى
انه ما يخسر. هذه ثاني نسخه يلعب فيها التعاون. هذه ثاني نسخه. النسخه الاولى ما راح للدول الاقصائيه. لا ما راح للدول الاقصائيه. يعني هذه لو سواها الحين حيعتبر رقم جديد في تاريخ نادي التعاون. ما في شك ان انا دائما اقول ان اي نادي يدخل مثلا بطوله زي بطوله قاريه مهم جدا انك في البطوله الاولى تتعلم كيف تلعب مع هذه الانديه، كيف تمثل الوطن افضل تمثيل، كيف تقدم نفسك منطقيا. كم يحتاج نقطه التعاون حتى يضمن التاهل اول او ثاني منطقيا؟ منطقيا انا اعتقد 4 نقاط كافيه ان التعاون يعني يضمن على الاقل ثاني. يعني 4 نقاط انا اعتقد انها كافيه جدا، لان امس تعادل الشارقه والفريق الايراني يعني خدمت نادي التعاون بالتاكيد، وخدمت نادي الدحيل، فلذلك انا اعتقد انه ابد 4 نقاط بتاهل ان شاء الله نادي التعاون. هذا توقع من عندي، وحسابيا ان شاء الله انه يعني في حال التعادل اي فريق مع اخر، لكن انا اهني التعاونين على هذا المستوى الكبير. الفرحه الكبيره يعني اللي شاهدتها داخل ارضيه الملعب هو حضور 16,000 متفرج، وكان حقيقه اصواتهم وكان تشجيعهم وفعاليتهم في الملعب كانت مختلفه تماما عن اي حضور. منتشي جدا انت يا ابو ريان. ها؟ منتشي جدا. ما في شك، انا صراحه سعيد جدا مو منتشي، وهذا ترى الشعور ليس شعوري يعني انا لوحدي، والله يا ابو جهود والله شعور كل التعاونين. ما تتصور شلون، يعني لا تعتقد انه لما ينتقد محمد القاسم وادارته او ينتقد نادي التعاون ان احنا يعني مبسوطين من هذا الامر. لا بالعكس، احنا نتالم. انت تعاوني اصيل. الله يطول بعمرك، يعني شهاده اعتز بها قلبا وقالبا.